عن اتكلنا على نبدا دلوقتي على ايه اول حاجه عندنا بص يا اولاد اولا في الامتحان عشان نبقى عارفين الامتحان كله هيبقى اختيار يعني ايدنتيفاي الحاجه بس مفيش اسئله نظري خالص المحطات اللي فيها البون هتلاقي السؤال متقسم لجزئين A و B A على بون و B على بون لازم هتلاقي معلم مثلا جايب سكابيولا كده ومعلم على حاجه فيها حلو الكلام لازم تقول العظمه دي سكابيولا هتلاقي السؤال مكون من جزئين عشان كل نص عليه نص ضرب خلاص هقول لك ايدنتيفاي ذا مارك ذا جيفن بون هتقول سكابيولا شرطه وبعد كده هتلاقي اند ايدنتيفاي ذا مارك اريا هتقول ايه دي سكابيولا ومارك ده مثلا الاكروميون او مارك ايه السباين فهمنا يبقى السؤال بتاع العظم هتلاقي ايه وبي ايه هتلاقي جزئين وبي جزئين ما عدا ممكن تلاقي قلت لك انا ايدنتيفاي ذا ماركت بون ذا جيفن بون بس يبقى مفيش حاجه بتقول اسم العظم ايه وخلاص اتفقنا مش نعرف نجاوب ازاي طيب اول عظمه هناخدها هناخد اول حاجه البون بتاع الابر ليمب اول حاجه هنشوفها هنشوف ايه الكلافيكل الكلافيكل اهمني فيها ثلاث حاجات اول حاجه الكلافيكل ليها تو اند ليها سترنال اند وليها اكروميال اند او لاترال اند وميديال اند والابر سيرفس بتاعها سموث اهم حاجه الثالثه في الكلافيكل عفه الكونويد تيوبركل او كيوب بروسس يبقى ثلاث حاجات اعرفهم في الكلافيكل اللاترال اند او الاكروميال اند والميديال اند او الاسترنال اند والكونويد تيوبركل الحته اللي بارزه دي خلاص بس ده عايز اعرف السكيل بعد كده في الكلافيكل في السكابولا لازم اعرف اوكي خلاص تيك كون جروب وزيو حسن ستارت بص شو اللي واقفين على الكراسي دي روح على الجثه مع الدكتور عشان هترجعوا لي تاني انتوا يلا طيب بعد كده السكابولا مطلوب فيها الاتي السكابولا ليها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس صح وليها ثلاثه فصه انتيريور فصه مسميها سب سكابولار فصه بوستيريوري في تو فصه سوبرا سباينس فصه والانفرا سباينس فصه فيها تو بروسيسز اكروميون وكوراكويد بروسيس اكروميون وكوراكويد بروسيس فيها الجزء اللي فاصل بين السوبرا سباينس والانفرا سباينس فصه بنسميه سباين والجزء الارتكيوليتنج مع الهيومرس بنسميه ايه جرينويد كافتي والارتكيوليتنج جرينويد كافتي خلاص دي بالنسبه للسكيل مطلوب في السكيل نيجي بعد كده الهيومرس الهيومرس اهم حاجه فيها نعرف لا هيد الهيومرس ديت يعتبر ولا ابر اند ولور اند وشفت الابر اند مكون من هيد اناتوميكال نيك سيرجيكال نيك ولا تو تيبروستي جريتر تيبروستي وليزر تيبروستي جريتر وليزر دي الشفت بتاعتها اهم حاجه في الشفت نبقى عارفين الحته دي اسمها الدلتويد تيبروستي دلتويد تيبروستي اللور اند بتاعتها اللي يهمني فيها حاجتين مهمين جدا الحته اللي عامله زي البطن دي بنسميها الكابيتولم والحته اللي عامله زي البكره بنسميها تروكليا ودي كابيتولم ودي تروكليا الحته اللي بارزه قوي ده ميديال ايبيكوندايل والحته اللي مش بارزه قوي دي اللاتر ايبيكوندايل ماشي يبقى هيد اناتوميكال نيك سيرجيكال نيك جريتر تيبروستي ليزر تيبروستي كابيتولم تروكليا ميديال ايبيكوندايل لاتر ايبيكوندايل والتيبيال تيبروستي الموجوده دي تاني حاجه اليومرس الريدس وقلنا انا داخل اللجنة او داخل الامتحان هعرف الريدس من قلنا بسرعة ازاي الريدس يا ولاد الراس بتاعتها عاملة زي الديسك شيب عاملة زي العملة شايفينها او عاملة زي الترابيزة المدورة الصغيرة نحط عليها الشاي دي بالظبط صح يبقى لها هيد ولها نك ولها ريديال تيبروستي وشافت وستايلو بروسيس تاني هيد نيك ريديال تيبروستي شافت وستايلويد بروسيس خلاص يبقى انا اول ما اعرف الريدس ازاي ابص على عليها من فوق وتحت
اللي هي بتعمل زي العملة كده، زي الريال العملة كده المعدن، يبقى دي ايه؟ راديوس. طيب الآن هعرفها أول ما أخش عليها ازاي؟ عارفين الخطاف اللي بيشيل الونش اللي بيشيلوا بيه الخطاف دوت؟ اللي هي خطاف، اللي هي خطاف دي الألنا. خلاص الألنا فيها اتنين بروسيس، والكرينوم بروسيس وكورونويد بروسيس، والكرينوم بروسيس وكورونويد بروسيس، وبينهم تروكليال فوسا. اهم حاجه ماشي، مش خلينا بس ايه، والكرينوم بروسيس والكورونويد بروسيس، تحت الهيد بتاعتها ولا ستايلو بروسيس. يبقى قلنا نهتم بيها ايه؟ والكرينوم بروسيس، كورونويد بروسيس، شافت، هيد، وستايلو بروسيس. اوكي، اخر حاجة عندنا في البوم بتاعة الابر لم الهاند. مش هنطلب اسامي العظم الصغير بتاعك، هنسميهم كلهم كاربال بون. يعني لو شاورت عليهم كده هتقول لي كاربال بون. حلو الكلام؟ مش هقول لك السكافويد والنيت عشان ايه، مش هتعرف تقول بسرعة في اللجنة. يبقى شاورت على العظم الصغير ده هيسألوا ايه؟ كاربال بون. طيب الميتا كاربر من عد دايما منين؟ من البيك 2 او بيك صم، من الصم في الادم من البيك 2، وفي الهاند من الصم، سواء كان بلاتر يعني البيك 2 تحت ميديال، لكن الصم هنا لاترال. بس هنعد من الصبع الكبير اللي فوق في الايد وفي الرجل. يبقى واحد من الترسل، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الفلانجيز عندنا بقى بروكسمال وميدل وديستر، ما عدا الصنب في بروكسمال وديستر بس. متفقين كده؟ طيب ده الايه؟ العظم بتاع الهامز. هخش بعد كده على الايه؟ على الابر ليمب. الابر ليمب معظم الحاجات اللي فيه ممكن تيجي على البلاستيك، ما عدا حاجات بسيطة بس ممكن تيجي على الكتف. طيب لكن مش هنجيب حاجه في الابر لمب على البلاستون ده، عشان تشوف البلاستون خالص. يبقى اما هيجي في الغالب المسرس الصغيره هتيجي على البلاستيك، لكن الماسك بتاعت الشيستو دي لو جت هتيجي على ايه؟ على الكاديفر جوه. خلاص ولاد دكتور حسن هيوري لكم على الكاديفر، يعني الحاجات الواضحه على الكاديفر اول اللي هنجيبها، مش هنجيب حاجات في السفيز الصغيره. لو جبنا مسرس صغير من دول كده يبقى هنجيبها لكم على البلاستيك. حلو الكلام؟ طبعا البكتيريس ميجر وماينور وكده لو جم هيجوا على الكتف، الكتف مش هنشوفهم هنا، هيجوا على الكتف بس. خلاص طيب نيجي اول حاجه هنشوف فيها على الـ على الـ على الـ على الابر ليمب بلاستيك، هنشوف اول حاجه الشولدر ريجن. اول حاجه في الشولدر ريجن مين؟ دلتويد مصر. دلتويد اظن ما فيش لها، ما حدش تاخد فيها خالص. لو شلنا الدلتويد كده هنشوف الروتيتور كاف بتاع الشولدر، اللي هم سوبراسبينيتس انفراسبينيتس، دول ورا قدام سابسكابيلاريس، فضلة واحدة اللي هي التيرز ماينور، واللي تحتيه تبقى التيرز ميجر على طول. خلاص يبقى أول حاجة الدلتويد دي على الوش اهي، محدش لازم محدش يتلخبط فيها خالص. الدلتويد دي شلنا الدلتويد من ورا هنشوف أربعة مصل، سوبراسبينيتس انفراسبينيتس تيرز ماينور وتيرز ميجور. تيرز ماينور او تيرز ميجور. من قدام هنشوف مصر واحده سابسكابيلاريس مصر. خلاص برضه نفس الحكايه على العينه دي، شفنا العينتين. يبقى على الوش مين؟ الدلتويد. واضحه خالص، وشلنا الدلتويد هنلاقي نفس الحكايه ورا اربع مصر. ادي السوبراسبينيتس مش ديت اللي جوه، دي مين؟ دي ترابيزيس. ماشي هنشوفها مع الدكتور محمد. يبقى دي ايه؟ سوبراسبينيتس انفراسبينيتس تيرز ماينور تيرز ميجور، ومن قدام سابسكابيلاريس مصر. متفقين كده؟ بعد كده هناخد الارم. الارم ايه اللي مهم فيه؟ عندنا فيه انتيرور كومبارتمنت وبوستيرور كومبارتمنت. اهم حاجه هعرف انا في الانتيرور والبوستيرور ازاي؟ عينيا اول ما الاقي اللمب كده عينيا على السكابولا،
لو لقيت السباين يبقى انا بوستيرور، ماشي؟ ما لقيتهوش يبقى انا انتير، لان هي العينتين دول احنا نمتحن عليهم. يعني هم دول عند منهم كذا واحد وكذا، بس هم العينتين دول شكلهم كده. لقينا الخط الابيض ده يبقى احنا بوستيرور، ما لقيناهوش يبقى احنا ايه؟ انتير. نيجي الانتير كبار في ثلاثه مصر، اللي على الوش دي خالص البايسبس شايفينها كلنا، اللي هي ام اتنين هيد. خلاص لو شلنا البايسبس هنلاقي تحتها مين؟ براكيالس، وجوه كوراكو براكيالس. يبقى ديت اللي على الوش دي خالص بايسبس اهي. شلنا البايسبس هنلاقي واحده عضله راقده على البون خالص، هنسميها ايه؟ براكيالس. واللي جوه رفيع عامل زي القلم دي اسمها ايه؟ كوراكو براكيالس. نبص هنا دي ايه؟ بايسبس. واللي جوه دي ايه؟ براكيالس. دي ايه؟ كوراكو براكيالس. تحتها على طول، تحتها بس ميديا، ماشي؟ دايما الكوراكو براكيالس هي اللي موجوده لجوه، ماشي؟ ادي الكوراكو براكيالس. هنا طبعا البركيس نايمة معاه مش باينة، يعني عايز اجيب بركيس هجيبها العينة دي. تحت الميديا واللاترال. ايه؟ ميديا واللاترال. البركيس ولسه راقد من الفرشة العظمة كلها. لكن الكوراكو بركيس هي موجودة ميديا. ميديا العظمة. خلاص؟ طيب في الارم برضه في الانتيوب ارم في ايه؟ في كام نيرف؟ في ثلاثة نيرفات مهمين جدا لازم نعرفينهم. وان ارتر. ثلاثة نيرف وان ارتر. اول واحد عندنا الميديان، اهم حاجه الميديان، ما نتلخبطش فيه ابدا. سوقينا وهتشوفه على الكاديفر كمان. الميديان نيرف اعرفه ازاي؟ اللي ماشي في النص ومكمل في النص على طول لغايه الهند. وين بس يا دكتور؟ اهو ده الميديان، ماشي؟ اللي موست ميديال خالص ده الالنر نيرف. شايفين الالنر؟ بس يا دكتور ده ايه؟ الالنر نيرف. خلاص النيرف الاخير ده ماسكل كيوتينيوس، وده نعرفه ازاي يا ولاد؟ تحت البايسبس وفوق البريكيلز، اللي هو ماشي على العضله دي، شايفينه؟ تمام كده واضحين. في وان ارتري اللي هو مين؟ البريكيل، مفيش غيره موجود في الحته دي، بريكيل ارتري. يبقى اي ارتري في الارم مين؟ بريكيل. انا جيت دخلت العينه بقى هنا نفس الحكايه، هم ادي الميديان نيرف اهو، وادي الارنر، وادي بريك الارتري ماشي في النص. هنا مش طبعا مش باين ماسك كوتينيس ليه؟ تحت البايسبس، صح؟ الراديال واين هنا؟ انا حالي بجيب بقى البوستير. بعد كده لقيت انا وانا داخل عينه لقيت الخط الابيض ده، يبقى الانتيرو ولا بوستيرو؟ بوستيرو. يبقى انا هتكلم عن مين هنا؟ العضله اللي هنا موجوده مفيش غير هي الترايسبس، يا اما الريديال نيرف بتاعك. فين الريديال نيرف بقى؟ لو انا شلت دي كده هلاقي الريديال نيرف. حلو الكلام؟ هنا فين الريديال نيرف؟ هلاقيه هنا طالع من الجنب هنا، شايفينه؟ يبقى هنا هيبقى هنا، وهنا هيبقى هنا الريديال نيرف. متفقين؟ ماشي. الريديال نيرف ثلاثة برانشز هذه؟ ده هو طالع عشان دي والصور في الشغل. كده خلصنا دي الارم. بعد الارم هناخد الفور ارم. طبعا الفور ارم في حاجه نقطه، الفصه دي اسمها ايه؟ كيوبيتال. يعني مشاور مش طبعا عشان مفيش بقى سؤال نظري، لو حطيت هنا العلامه يبقى ده كيوبيتال فص. هقولك منشن ايدنتيفاي ذا ماركت فص، هتقول لي ايه؟ احنا عندنا اتنين فص ديت، واللي في الرجل هي البوبليتير فص، مفيش غيرهم بس. خلاص متفقين؟ طيب انا هعد بقى مصر بتاعت الفورمه عشان ما تلخبطش فيها. منين؟ هعد من البرونيتور تيرز اللي هي اللاترال بوردر بتاعت الكيوبيتال فص، صح كده؟ يبقى اول عضله عندنا مين؟ برونيتور تيرز. هروح بقى على الميديال، بعد كده فليكسو كارباي ريدياليس، وبعد كده بالمارس لونجس، وبعد كده فليكسو كارباي النارس اللي هي ديت. شايفين فليكسو كارباي النارس فين؟ اللي هي دي مش دي، ودي مين دي؟ دي فليكس جيتورم.
بليكس الدجتورم سوبر في الشيلز. بليكس الدجتورم سوبر في الشيلز. بتاني بورنيتور تيرز فليكسو كارباي ديالز بالمارس لونجس فليكسو كارباي النارس. لو انا بقى شلت ديت على الوش ديت هلاقي مين؟ هلاقي فليكسو ديجيتور سوبر في الشيلز. جذور سوبر في الشيلز جروب كلهم صح كده؟ طيب نشوفهم هنا نفس الكلام. ادي البرونيتور تيرز وادي فليكسو كارباير ديالز وادي البالمارس لونجس وادي فليكسو كارباير نيرس. مول مين دي يا اولاد؟ دي فليكسر ديجدورم سوبر في الشيلز وكلهم سوبر في الشيلز. طيب هنشوف بعد كده الديب جروب. انت محمد خد بقى الجروب ده اللي خلص ده خده. طيب بعد كده هناخد الديب جروب. الديب جروب كان فيه كام مصر؟ ثلاثة مصر. اللي ناحية الصبع الكبير فليكسور بولشز لونجس. اللي ناحية الصبع الكبير فليكسور بولشز لونجس. واللي ناحية ناحية القلنة فليكسور ديجيتورم بروفاندس. خلاص؟ يبقى ناحية الصبع الكبير مين؟ فليكسور بولشز. يعني هتروح للصبع بتاعها مش كده؟ لكن البروفاندس هي الناحية التانية. وين البروفاندس هذيك؟ اهي دي كلها بروفاندس. ديت دي بصوا دي اللي فكنا اليوني بالنيت فكنا لو خدنا الطيب بتاع اليوني بالنيت دي بقى يوني بالنيت شايفينها عامل زي الريشه شايفها؟ شايفها؟ لكن بقى ده كله فليكس ديجيتورم بروفاندس. فاضل لنا مصر واحده بريدر كوادريدس مش موجوده هنا في العينه موجوده على الجثه هتشوفها على الجثه. خلاص يعني عايز اجيب برود الكوادريتس حاجه في الجثه بس مش هجيبها في عينه الجثه ان انا موجوده هنا ولا موجوده هنا. خلاص نطبق الكلام على العينه دي برضو. ادي فين الصبع الكبير يبقى ادي مين؟ فليكسور بولوشيز لونجس والثانيه فليكسور ديجيتورم بروفاندس. خلاص فاضل لنا ايه؟ اثنين نيرف واثنين ارتري. اللي ناحيه الالنا الالنا النيرف وماشي جنبه الالنا الارتري اهو. اللي ماشي في النص ميديان نيرف وللارتري ناحيه الريديوس الريديوس. يبقى هنا ده الالنا الارتري وده الريديو الارتري وادي الالنا النيرف وادي ايه؟ ميديان. مش عايز انا اي حاجه ايه؟ ده ميديان نيرف مش ده ميديان نيرف ده الانتيو برانش بتاع مالناش دعوه بيه. ايه؟ ده ماشي مكمل داخل وفاكر كان معاه تحت الفيكس ريتينك لو داخل جوه الهند صح؟ اللي هو ده الالنر اللي هو ناحيه الالنر مش ناحيه مصر زن مش عايز فيها حاجه. خلاص؟ براحكم اعمل لكم شيل لكم حاجتها ماشي؟ نيجي برده في الارم هنا كمان ادي عندنا ميديا نيرف ماشي في النص وادي الالنر ده الريدي الارتري وادي الالنر واضحين؟ واضح الكلام؟ هنيجي بعد كده نركب الحاجات دي مكانها. ده الفرونت بتاع الفور ارم. هنقلب بقى الايه الارم الفور ارم الناحيه الثانيه. هنعد منين بقى؟ هنبدا نعد العد بتاعنا منين؟ من عند البريكيو ديالز اللي هي نعرفها ازاي بريكيو ديالز المصل اللي عند الصمب اللي على اللاتر اسفل في الارض. شايفين اللي عامله الكونتور دوت شايفينها؟ دي بريكيو ديالز. يعني لما حطينا عامل العينه كده شوفوا لو ماشيه مع الصمب يبقى ده اول مصل بريكيو ديالز. بعديها بقى الاثنين كارباير ديالز اكستنسو كارباير ديالز لونجس اكستنسو كارباير ديالز بريفيس وبعدين في النص اكستنسو ديجيتورم
اكستنسور ديجيتورم وبعد كده اكستنسور كاربايل نيرس. بين الاكستنسور ديجيتورم والكاربايل نيرس اكستنسور ديجيتيمينيم تاني. يبقى اول مصل اللي على الوش خالص دي بريكيو ريديالس، اللي جنبها اكستنسور كارباي ريديالس لونجس، بعدها اختها اكستنسور كارباي ريديالس بريفيس، في النص بالظبط الاكستنسور ديجيتورم. فعلى الانر سايد في الاكستنسور كارباي النيرس، وبين الديجيتورم وبين الالنيرس في الاكستنسور ديجيتيمينيم. شوف نطبق الكلام ده هنا برضو. ادي اول حاجه بريكيو ريديالس اكستنسور ديجيتيمينيم، ماشي بريكيو ريديالس خلاص. بعد البريكيو ده اسمين اكستنسور كارباي ريديالس لونجس، وبعد كده اكستنسور كارباي ريديالس بريفس، بعد كده اكستنسور ديجيتورم، بعدين اكستنسور كارباي النيرس، واللي بينهم اكستنسور ديجيتيمينيم. وين اللي بينهم اهي الرفيع الصغيرة دي، وضحت؟ ماشي؟ طيب ده السوبر فيشال جروب، هنخش بقى على الديب جروب. أول مصر عندنا اللي عاملة زي علامة النصر، هتلاقي عاملة زي علامة النصر، بنسميها إيه بقى؟ السوباينيتور، شايفينها؟ شايفين كده علامة النصر كده؟ أهي، شايفينها فوق خالص. اسمها ايه؟ السوباينيتور مصر خلاص. بعد السوباينيتور هننزل تحت، هنلاقي فيه المصر اللي عامله السناف بوكس ميديالي الاكستنسور بولشز لونجس، اهي شايفينها اللي هي دي اكستنسور بولشز لونجس. لاترالي بقى هنلاقي فيه اول واحده اكستنسور بولشز بريفيس، واخر واحده على اللاتر الاسفل بتاعت الصنب بسميها ابدكتور بولشز لونجس. تاني يبقى اللي هي الميديال اكستنسور بولشز لونجس، لاترال اول واحده اكستنسور بولشز بريفيس، واللي موست لاترال وان الابدكتور بولشز لونجس. ابدكتور بولشز لونجس معايا دكتوره. طيب ايه تاني فاضل في الفور ارم؟ بس ما فيش حاجه اكتر من كده، ايد ما بتشالوش. دي السوباينيتور برضه، شايفين دي المصل دي؟ هي دي السوباينيتور، بس هي اللي باينه هنا عشان باين مش بتشيل. في المصل بتاعت السناف بوكس باينه، ادي الاكستنسور بولشز لونجس، وادي الاكستنسور بولشز بريفس، وادي الاب دكتور بولشز لونجس. فين الوش يا دكتور؟ اب دكتور بولشز لونجس. في مصل ناقصه اللي هي دي الاكستنسور بولشز لونجس، اكستنسور بولشز لونجس، ودي اكستنسور بولشز بريفس، ودي الاب دكتور بولشز لونجس. فاضل لنا مصر واحده الاكستنسور انديسز اللي هي فروم ايه؟ مش الهي دي، شايفين طلع راح الاندكس اهي، شايفينها؟ اكستنسور انديسز مصر ديب لهم ديب اخر تحت، شايفينها شايف؟ كل شايفها هنا هي دي اللي هي دي، شايفينها؟ اهي اللي هي دي اكستنسور انديسز، مش هنجيبها خالص عشان نريحكم عشان ارتاح. مش عارف مش عارف دي انا بقى. انا بصوا عايزين كل واحد كله يجيب 20 من 20 عشان تنجحوا، ماشي؟ فانا بحاول يعني نسهل الموضوع على قد ما عشان ناكل اسئله النظر عشان معلش يبقى ليه حل عشان ما حدش يغلط. حتى ترى في نفس بلاي مفيش خالص بقى عشان الاسئله خالص. هتخش تلاقي دابيس كله دابيس، دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ عضلات بس لا ونرفات. من هو مش قلت ان بعض النرفات دلوقتي اللي انا قلته خلاص؟ البون لازم اسم العظمه والحته اللي متعلم عليها عشان هيبقى عليها نص درجه وعليها نص درجه. انت ما تضيعش مدار نص في نص وانت ضيعت درجتين ده تخسر، ماشي؟ مش عشان حد عايز ما حدش يجيب الا عن 20 20 في امتحان العمل. ماشي يا اولاد؟
ليه كده احنا خلصنا ايه الابر لين كله. طيب بعد كده هنشوف ايه هناخد على الشيست وول. الشيست وول هنشوف فيه الاتي. اول حاجه في الشيست وول او الشيست في الثوركس شفنا البوم بتاع الثوركس. البوم بتاع الثوركس في ايه؟ يعني هجيب التيبيكال ريب بس مش هجيب اتيبيكال ريب. متفقين؟ يعني الفيرست ريب مش هيجي ولا ولا ال10 ولا ال11 ولا ال12. هيجي ريب عادي. هتلاقي ريب موجود تقول لي تيبيكال ريب. خلاص اوتوماتيك بقى على طول. لازم تقول تيبيكال ريب ما تقوليش ريب وخلاص. انا مسهلين الموضوع خالص اهو. الريب هنشوف اجزائه. عندنا هيد نيك تيوبركل انجل شافت. هيد نيك تيوبركل انجل شافت. جزاكم الله خير. ماشي. بعد كده ايه تاني في الشيست وول؟ كان عندنا الاسترنو مكونه من ثلاث اجزاء، مانيبرم استرناي بودي وزيف السيروم. فانا عشان كده لو جبت دبوس رحت معلم كده هتقول ايه؟ ستيرنم. شفت الغلطه ايه؟ ستيرنم شرطه مانيبريوم. لازم اسم العمل اسمه ايه؟ انتوا طلبه الطب مش طلبه اي مش اي كليه. ها بس بعد العمل ستيرنم مش معقول بتوع علوم طبيه يقولوا ايه دي؟ بيقول لي بالعافيه ستيرنم. بنشكره جدا مش شغله، لكن انتوا شغلكم الاناتومي كله. هتتخصص ايه؟ قرد حتى هيبقى واعي شغل اناتومي. خلاص يبقى هتلاقي دبوس كده لازم اسم العظم ما يتقال، لازم اسم العظم ما يتقال. اللهم بلغت اللهم فشل. خلاص فاضلين ايه تاني بقى؟ ورا الفرتبرا. عندنا احنا علينا نوعين من الفرتبرا، عندنا الثراسيك فرتبرا واللمبر فرتبرا. اعرفهم ازاي؟ اللمبر زي ما انتم شايفين فرق كبيره وضخمه ايه مش مهم، ممكن اللاست ثراسيك تبقى كبيره. اعرفهم ازاي؟ السبينس بروسيس داونورد عامل زي الانف زي المناخير بالظبط. ماشي الثراسيك فيرتبرا السبينس بتاعها باصص داونورد اوبليك، لكن بتاعت الايه بتاعت اللمبر ترانسفيرس كده او هوريزونتال. طيب الاثنين بيتكونوا زي بعض، بيكون ايه من بودي اي الارض مش بيطلع منها برعوم، برعوم بالانجليزي اسمه بيديكل. يبقى بعد البودي مين؟ البيديكل. بعد كده الترانسفيرس بروسيس، بعد كده اللامينا، بعد كده السبينس بروسيس، بعد كده اخر حاجه الارتيكولار فاسيت او الارتيكولار في لا سوبي ارتيكولار فاسيت او بروسيس وانفيور ارتيكولار بروسيس. ايه ثاني مره؟ تاني. يبقى اي فيرتبرا في جسم الانسان هي مكونه التكوين الرئيسيه بتاعتها بودي بيديكل ترانسفيرس بروسيس لامينا سباينس بروسيس. دكتور اللامينا وين بالضبط؟ اللامينا هي بين الترانسفيرس والسباينس بروسيس هنا. شوف بس لف كده اللامينا هنا موجود على الجهتين. ها خلاص عندك. شكرا. اللامينا الجزء ده شايفينه؟ شايفه يا سلطان مصور؟ اهو اللامينا اهي واللامينا اهي، وده البيديكل وده الترانسفيرس بروسيس. البيديكل اللي بالاحمر ممكن تبقاش احمر يطلع فيرتبرا مش احمر. اللي جنب البودي هو البيديكل. ماشي ده البودي طبعا محدش هتاخد فيه، وده الاسبانس بقى. وده بقى السوي ارتيكل بروسيس والانفيرو ارتيكل بروسيس. خلاص نفس الحكايه، بس الفرق بين دي ودي ايه؟ دوت ترانسفيرس السبانس بروسيس بتاعها هوريزونتال، لكن دي ايه؟ داون وورد عامله زي الانف. طيب كده خلصنا الشيست وول. الشيست وول نخش على اللي جوه الشيست. لو جبنا حاجه جوه الشيست هنجيبها على العروسه دي. خلاص جينا قلنا جوه الشيست وول. تعالى قلنا جوه احنا خدنا في الشيست وول مين؟ ميديا ستاينا مش كده؟ ميديا ستاينا.
اول حاجه عشان نخلص من الاورجن اللي على بكه اللي جوه الشست عندنا ليفت لانج ورايت لانج. ليفت لانج نعرفها ازاي؟ حسين الرايت لانج كام؟ 3 فصوص صح كده؟ ادي الرايت لانج وادي الليفت لانج. ناحيه الليفت تبقى ليفت وناحيه الرايت طبعا صح ولا ماشي؟ دي 3 فصوص انت هتاخد اصلا في الرسمات المنور سبب التفصيل. اي 3 فصوص ودي صفين فصين بس ماشي؟ مش هقول لك انا ليفت لانج لوحدها كده يعني هقول لك على العروس الشمال شمال واليمين. طيب ايه اللي جوه تاني؟ جوه الشيست وول الهارت صح كده؟ نيجي بقى الجزء المهم جدا اللي احنا اخدناه بالتفصيل ميديا ستاينر. فاكرين احنا قسمنا مثلا السوبيرور وانفيرو ميديا ستاينر. السوبير بدأ من بتنتهي فيه بدأ من الثراسك انلت لغايه عند ما نبرم انجل وفلوس او ايه استنى الانجل صح كده؟ طيب وتحت لغايه الدافراج قلنا مين؟ انفيرم قسمناها الانتير وميدل وبوستير. مش ما علينا مش عايزين تقسيمه ولا نيلة لازم نعرف ايه اللي جوه الحاجات دي كلها. هنشيل الهارت عشان نقدر ايه ده اسمه الهارت مش كده؟ والله العظيم انتوا بتضحكوا دلوقتي والله. انا مره كان امتحان طالب امتحان جايب له الفيمر قد كده ولا كتب عليها ويمرس اقول له ايه طيب؟ طيب نيجي دلوقتي ايه عندنا الايه الميديا ستيم. عايز اعرف اول حاجه هاخد الاورتو. الاورتو هو طالع من الهارت بنسميه الاسندنج اورتو. يبقى انا علمت هنا كده يا اولاد يبقى ده الاسندنج اورتو. فين الدبوس الاتوي الدبوس عشان يبقى انا لو علمت هنا لازم تكتب اسندنج ما تكتبش اورتو لوحده. الاورتو هنشوف دي واخد لف اهو ماشي؟ الاورتو هناخده لغايه ما نسلمه تحت خالص ها؟ ده هتقول لي اسندنج اورتا. علمت تحت كده يا شباب يبقى ده ارش اوف اورتا. شوف بنفع كده ارش يبقى اسمه ايه؟ ارش اوف اورتا. علمت كده اسندنج الارض السندنج هتبقى نص درجه. ديسندنج ثراسيك لان في ابدومينال اورتا صح؟ يبقى اسمه الارتري الاورتا لما جوه الشيست بنسميه ايه؟ descending thoracic aorta. جوه البط descending abdominal aorta. مش هنفرق بينهم خلاص اتفقنا متفقين؟ طيب بعد الاورتا هناخد ايه؟ هناخد السوبيرو فينا كافا. ادي السوبيرو فينا كافا واضحه ماشي؟ طب يا دكتور فين الانفير؟ اه بصوا الانفير فين؟ هتلاقي حاطط خشب مدخنه كده الانفير تحت. هتلاقي حاطط الهارت مدخل خشبه تحت ده الانفيرور اللي صبع جواه اسمه انفيرور فينا كافا. هات الربده يا دكتور كده مش نعمل بيه شايفه السلطان مصور اسمه ايه؟ انفيرور فينا كافا خلاص. ايه تاني جوه الشيست يا ولاد؟ اللون البرتقالي اسوفجس. اسوفجس متلونه اخر حلاوه اسمه ايه؟ اسوفجس. فاضل لنا اخر حاجه ايه؟ التراكيه والاثنين برونكاي. اللي راح ناحيه اليمين الرايت برونكس وناحيه الشمال الليفت برونكس. في اسهل من كده؟ يبقى الاورطه اسندنج ارش ديسندنج ثراسيك اورطا اسوفيجاس رايت برونكس ليفت برونكس واللي فوق دي التراكيه. اوكي؟ واضح الكلام؟ ايه تاني يهمني في الشيست وول بقى؟ الحاجة المهمة جدا دافراج. فين الدافراج؟ قال الدافراج يعني لو جبت الدبوس حطيته كده ايدنتيفاي ذا ماركت ستراكشر او ماركت اير دافراج. حلو الكلام؟ تعالوا بقى نسطر. الدافراج فيه كام خرم؟ ثلاثة. حلو كده. كان بقول ده مهم جدا وفتحوا لي كده. لو لقيت ساعدتكم الدبوس موجود هنا كده عملتوا له كده. أورتي طبعا. أورتي طبعا. يعني هنقولها ازاي اكتبها ازاي؟ دايفراجماتيك أورتيك أوبننج. دايفراجماتيك أورتيك أوبننج.
حد شو الأورت كومينج بس ماشي؟ ما حد شو ده فراغماتك كومينج بس إذا ما حد اللي مش فيه ده فراغماتك أورتك أوبنينج حطينا هنا دايفراغماتيك والسوفجيال أوبنينج دايفراغماتيك والسوفجيال أوبنينج حطينا الدبوس هنا برافو عليك دايفراغماتيك كيفل أوبنينج دايفراغماتيك كيفل أوبنينج الحول دايفراغماتيك أوبنينج ناقص الكلام هقول كيف الاوبننج بتاع فين كيف مخروم مخروم ده بتاع الاوبننج فين صح يبدا الدايفراجماتيك كيف الاوبننج اورتك دايفراجماتيك اورتك اوبننج الدايفراجماتيك اسفجير اوبننج علمت الدبوس هنا اسمه ايه دايفراج اي سؤال في الابر في الشيست في البول واضح الكلام اتفضل على الجثة بس لو تعيد لنا شو اسمه طيب احنا عندنا في الجزء بتاعنا اتنين فرتين نوعين عندنا السيرفايكل طبعا الصقرة هتشوفها الصقرة ما فيهاش لخبطة الصقرة ماشي لكن هو ممكن يلخبطنا الفرق بين الايه بين الثوراسيك فيرتبرا واللمبر فيرتبرا الثوراسيك فيرتبرا لها مناخير اللمبر دي ملهاش مناخير ماشي او بلاش بخلاف اللغه العربيه لا انف ودي ملهاش انف ماشي يعني ايه سبانس بروس بتاعها دايركت داونورد لكن دي ترانسفيرس دكتور بس حطها بالانتوميكال بوزيشن اه دي داونورد وده ترانسفيرس خلاص الاثنين تركيبهم واحد بودي بيديكل ترانسفيرس بروسيس لامينا سبينس بروسس تاني بودي ميديكال ترانسفيرس بروسس لامينا سبينس بروسس ترانسفيرس بروسس اللي طالع اللي طالع بالعرض ترانسفيرس عامل زي الجناح بتاع الطيارة كده ماشي واللامينا اللي بتعلم الاحمر دي هنا وهنا هي نفس مكانها هي دايما بين الترانسفيرس بروسس والسبينس بروسس بعد كده الارتيكل بروسس واحد سوبيرور واحد انفيرور واضح الكلام؟